أهلا بكم. تربط مصر والاتحاد الأوروبي علاقات وشراكات متميزة، خاصة العلاقات السياسية والاستراتيجية. الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر من بنية تحتية وموارد طبيعية، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز القريب من القارة الأوروبية، أسهمت بأن تكون البلاد بوابة للقارة الإفريقية في العديد من المجالات، لا سيما الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، حيث تعتزم مصر تصدير 50% من طلب أوروبا لاحتياجاتها من الهيدروجين الأخضر. هذا وقد احتلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المرتبة السادسة بقائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم، في ظل مستهدف عالمي بالوصول إلى الحياد الكربوني عبر إنتاج 300 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2050. وعربيا تأتي مصر أيضا على رأس القائمة من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر التي تمتلك آفاقا واعدة. الاهتمام المتزايد للشركات العالمية للانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري خاصة الأوروبية يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح نحو إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوم من جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر، ليمثل اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعبيرا عن النظرة الإيجابية لمصر ونمط التعامل السائد في العلاقات الثنائية. وفي ضوء الدور الرئيسي لمصر والمحوري في منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصري كمركز لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في المنطقة، استفيد الاتحاد الأوروبي من مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا رئيسيا في مجال الطاقة من خلال إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط، والتي باتت تؤدي دورا مهما في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسالي إلى الأسواق الأوروبية. في السياق، حققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز في عام 2022 لتصل إلى حوالي 8 مليون طن، لتشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، فيما حققت المركز الثاني عربيا والخامس عالميا في التصدير للدول الأوروبية بفضل منتدى غاز شرق المتوسط الذي أعاد بالفعل مفهوم أمن الطاقة العالمي، بعد أن أصبح الآن منظمة عالمية ودولية يتميز بمعايير قوية. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الماضية، خاصة في مجال الطاقة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة.